شيه؟ معقول الدرك الفرنسي عارف انه الزعيم مخبي عندي بواريد؟ شو عليك؟ شيه؟ هذا انت يا بي، ليش لساتك برات البيت لحد هلا؟ ما بتعرف انه الزعيم عامل منع تجوال بعد الساعة 7؟ والله يا ابي كانت ضيق اخلاقي، قلت بطلع بتمشالي شوي بالحارة. شوف يا ابي، اسمع مني هالكلمتين. لازم تتعلم بهالدنيا يا ابني شغلتين. شو هن يا ابي؟ الشرف والحكمة. شو يعني الشرف يا ابي؟ الشرف يعني إذا أعطيت لواحد وعد شرف لازم تنفذه. ايوه. والحكمة؟ إنه بحياتك ما تعطي لواحد وعد شرف.